وبنوصل لختام حلقتنا مع الموضة، والموضة يلي سحرت الويذر جيرل مثل ما بسموها وخلتها تطلق هيك أول مجموعة خاصة فيها. أهلا وسهلا بدارين شاهين. هاي نانسي، اشتقت لك كثير. شو أخبارك؟ تمام. دارين الزميلة والجارة القديمة. كنت جارتي نانسي. صح 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 يا ميت، أهلا وسهلا فيك. دارين يعني هيك كنت شي مرة تفكري أو ممكن يستضيفوكي ويكون بدل ما أنت اللي عم بتقومي بالمقابلة يقابلوكي؟ صراحة لا، وهلا مستغربتها، كنت صار لي فترة عم بيستقبلوني بأكثر من تي في ومبسوطة إنه أنا اليوم أنا رح أحكي مش رح أسأل. إيه صح. وعم بحكي عن شيء بحبه كثير، يعني ماي فاشن الموضة، وقدرت أحققها يعني، ومبسوطة كثير يعني. أنا هلا يمكن بالسمية تبع فرحتي، مثل تعرف هيدي ماي بيبي اليوم داري. طب ليه دارين نطرتي لهلا؟ مازال هيدا الشيء كان حلمك من أنت وصغيرة وشغفك مثل ما عم بتقولي؟ صراحة نطرت، أنا عطيت وقت كثير التي في، وبالنهاية بتعرفي حالك انه بدك تجربي اكثر من انجل، مجال يعني معين، من مجال. فانا حسيت حالي كثير عم بروح على الموضه، يعني بحبها وهي شغفي، وكل ما يكون في مثلا فيستيفال او مهرجان للموضه بروح بغطيه، بكون مبسوطه وبعرف بالقماشات وبعرف بانه شو دارج. حتى في يكون ترند ساتر، يعني في ايامات بكون عم فكر بشغله بقوم بعدين بشوفها بتغدر اقول انه طب بس ما انا فكرت انه يا الله لو انا سبقتني انت. هيدا عن جد تولد مع الواحد وانا عندي اياها، يعني بحس انه اوقات تفكر بشيء بشوفه بعدين تنفذ. حلو. ويمكن اول شيء نفذت الريدي تو وير. ريدي تو وير لانه هو اهين شيء، ومن بعدها صرت من خلال التي في انا بقدر اعرض اكثر الثياب، فهون عم بتشوفوني يمكن كمان عم بقدم الطقس ولابسه من البريتا بورتي تبعولي. اوكي. هلا هون عبايات، انا فتت بالعبايات هلا رمضان، نحن مثل ما بتعرفي نانسي وروزاريتا، والعبايات كثير بينطلبوا بهالفتره، بيريحوا محتشمين وبيعطوا اناقه وطله للمراه. وعم بستعمل دائما بالعبايات مثل ما رح تشوفوا بعد شوي مع الموديل، فعلا عم بستعمل فابريكس يعني ماتير نوبل، عم بروح بنقي ارقى القماش من ايطالي، وعم جيب حتى القماشات البراندز يعني ايمانويل اونجارو وغيرهم، عم بستعملهم وانا ارجع خيطهم بطريقتي. حلو. طيب بالنسبه للريدي تو وير هيك، من وين عم تستوحي التصاميم تبعه؟ قديش بتشبهك؟ بتشبهني كثير، واوقات في قصص بكون مثلا قاعده بمحل بشوف الوان، في قصص انا برسمها، يعني هلا في عبايات البرنتس اللي عليهم هن انا منفذتها حتى للبرنت، وفي اشياء بستوحيها من البنات، من الشخصيات مهمة بحبها كثير معروفة بعالم الموضة، وأنا بحبها يعني رح أقول لك فيكتوريا بيكهام. أوكي. في كثير، في حتى ممثلات عندهم ستايل خاص فيهم مثل جوليا روبرتس، هذا الستايل يلي بيريح المرأة، ما بتحس حالك مربطة. صح. وبنفس الوقت عندك طلة ليدي وإليجنت. أوكي. ومنك أبدا يعني فولجر بطلتك أو عم بتجربي تكوني هيك مش أو مش حرام أو نعم. طيب دارينا هلا نحن نشوف نحن كولكشن العبايات، ورح نبلش بأول إطلالة. رح نبلش بأول إطلالة هالعباية الحلوة يلي هي معمولة من الحرير. اوكي. هيدا ايمانويل اونجارو القماشة والقصة، عم بتكون بين العباية العربية والتشاينيز. حلو. بتنلبس مع المرأة على الغداء، بظهراتها اليومية، وحتى فيها تلبس حسب الليل تحتها. يمكن فيها تلبس صحيح. حسب هي شو بتلبس تحتها. صحيح. حتى بما انه قماش الحرير كمان قماش لليل ممكن يلبس، ومستعملين فيها الالوان اللي هلا دارج، اللايت بلو مع الفلامبي الاورانج فلامبي والبيربل، يعني هو كثير دارج السنه، مثل كانها هيك معموله من بانتور معموله. صحيح. وهيدي بدي اشكر الفينيساج يلي هي مسؤوله بكل شيء بالاتوليه، السيده فيدا اسود، يلي هي عن جد بتشرف لحتى اقل التفاصيل تكون حلوه، يعني لما تطلع قديه مهم دارين انه يكون في دقه بالتفاصيل. صح. وعن جد تكوني بيرفكشنست بشغلك. صحيح. نانسي وروزاريتا انتم كيف علاقتكم بالموضه؟ انا بحب انتم يعني الموضه معكم، لانه مبين دائما ملحقين الموضه. انا بحب كثير الموضه، لكن احنا يمكن اللي بنشتغل بالتي في بصير دائما لازم نتابع كل شيء جديد، وخاصه اول شيء كبنات نحن بنحب الموضه، وشعرك كثير حلو. ايه حلو ميرسي. واللي كمان قصه كمان نعيما. هلا عم نشوف هيدي العبايه يلي هي من بيور كوتون، خارج اللبس بنهار ما بتشوي ابدا، كثير لايت وفريش. ولايت. وهيدا استوحيتها صراحة من يعني من المغرب أكثر،
حاولت هيك تتابعي تشوفي كل بلد بشو بيختص بشو بتتميز العبايه الوايت والبلو اللي فيها بالبيوت صح فانا هيدا اخذتيها من هونيك طب دارين كم قطعه اشتغلتي لرمضان رمضان في اكثر من قطعه اليوم ما حنقدر كلهم نعرضهم وقريبا رح كون بسعودي فاشن ويك حلو رح يكون بالسعودية تحديدا رح نعرض للمرأة العربية في رح يكون عبايات أكثر كمان أسود أي اليوم عم نعرض مفروض ثلاث أشهر بعد ثلاث أشهر عم تحضريها هيدا العباية مهضومة هيدا الرسمة أنا يعني كانوا من تصميمي ورحت عملت لهم برنت مين عم نشوف بالرسمة لأنه ما كثير واضحة الرسمة هي المرأة المودرن المتحررة ما في حدا معين من السليبرتيز لا بس دائما المرأة الفاشنبل ودارين انت رسمتيهم هدول يعني في عندك عدة مواهب بالفن ان كان رسم ولا تصميم الازياء دارين قديش بتفشي خلقك بالتصميم دارين يعني انا بدي حسيت هذا منفذ لإلك هيك منفس منفس صحيح هو منفس وبنفس الوقت بتعرفي اوقات المقدمة البرامج بتوصل لمرحلة بحياتها بتقول انا بدي ارتاح يعني هلا صار في يقول انه اذا تركت التي في عملت لحالي صار شيء انا هيدا كان صح. هيدا كان همي بالحياه نعم هون عم نشوف اكثر الالوان فلاشي اكثر الالوان فلاشي أوكي. كارخه بنفس الوقت هدله وحلوه كثير بدي اقول لك هيدا اللي حبيته بهالعبايات قديش هي هيك حرير بتحسيها والمره بتبقى مرتاحه فيها خفيفه بذات الوقت ما بتشوب لا هيدا اهم شيء يعني ظهرنا شوي عن العبايه الكلاسيك دارين هون بالعكس العبايه عم بتصير ترندي معك اكثر بخليلها في الوان رايقه الوان اكثر وهلا العبايات مثل ما بتعرفي روزاريتا عم تشوفيها صايره بدور الازياء العالميه عم بقلدونا وعم بيقلدوا تصاميمنا واوقات عم بياخذوا طبعات العربيه عم بياخذوا الخط العربي صحيح فنحن انا قلبتها عملت العبايه على طريقه الاسود غربيه يمكن صحيح. شوي طيب قدرت تقول ليش هن نحن كمان كمان بدنا طيب قديش كمان حاولتي تتبعي خطوط الموضه يعني والالوان يلي دارجه هالسنه لهالموسم هلا بالنهايه في عندك اكيد في خط لازم نمشي عليه نحترم الموضه العالميه في الوان ما بتكون دارجة في الوان بتدرج بس بنفس الوقت في قصص انا بحبها يعني ما حاولت كثير اعرف الالوان شو اكثر ما انه استعمل قماش بيريح ببورد لانه نحن بالصيف بنشوب كثير والعبايه فيها قماش يعني اذا كانت قماشها ثقيل ما بتريح على المراه ما بتقدر تلبسها يعني بتصير مزعوجه دارين شو المراحل يلي بتقطع فيها العبايه او تصميم العبايه وهل في تحديات معينه عم تواجهيها؟ هلا العبايه بتقطع باكثر من مرحله مثل الفستان اللي لبسته مثل البريتا بورتي مثل الهوت كوتور يلي اول شيء بدك تستوحيها بدك تكون قاعده اول ما توصل للفكره ارسمها وارجع ابعتها لعند فيدا لتقلي اذا بتتنفذ ام لا ام صعبه ام شو هو القماش اللي انا بحاجه له قماشات كثير عم بحب الكريب كريب جورجيت في عندي لسوا عم بستعمله الكريب ساتيني في هون مثلا شو استخدمتي؟ هيدي قماش قطن كثير بيريح مثل ما لاحظتي غيرت هون اكثر صرنا عم نحكي بالليل ظهرات حلو يعني انا هيدا رح اسهر خرج بالليل بس على سهره كنت بغير حتى يعني فيك تلبسي وقت اللي بدك كمان مش حلو. بس رمضان والالوان هدول اخر موضه السنه الموتاز البلوجيتان مع الاسود في لون ثاني منها هيدي ولا لا؟ لا هيدي لا هلا رح تشوفي من بعدها القطعه الباتش ورك اللي هي اخذت اكثر شيء شغل معنا لانه كلها مركبه تركيب مثل البازل بتصور هلا رح تعرضها رح تمرق معنا بعد شوي هيدا بتاخذ وقت كثير هيدي بدك اول شيء مستعمله فيها رزمير وكراب جورجيت واكثر من ماتير اوكي وبرسمها في طريقه معينه لتتنفذ ساعتها هون القطعه بتاخذ وقت كثير وبيكون فيها يمكن تحدي اكثر من القطعه بتشوف الفينيساج هيدي اللي اوكي اوكي هيدي القطعه كمان الالوان حلوه وجريئه وكثير هاللونين دارجين مع صح. بعض ومن ورا اذا بتبرم نومي هي ايماج دو مايك انا بحبها كثير لانه هي من الفانز عندي كمان فانا لما قررت اعرض اكثر حدا حبني وبتابعني هي فقلت لك صحيح في من هون اذا بتبرم شوي من ورا زيح فوشيا فيها وهيدي من القطع اللي اخذوا شغل
لانه الزيح الفوشيا جاي لوحده كثير حلو فيري نايس كله مركب تركيب. دارين هيدي الكولكشن قديش هذيك عم تشتغلي عليها؟ صراحة لما خلصت البريتا بورتي تقريبا اخذت معي شهرين من بعد ما اخذت البريتا بورتي 8 قطع سنة هيدا قدرت خلصها بشهرين لأن صار عندي كل شيء موجود قدرت اعرف وين بدي اروح صح اي ماما الفكرة اول شيء تطلعيها هيدا الصعوبة صح. بعدين خلص هيدي العباية قلت لكم البيضة يلي هي بتتوج عبايات اليوم ان شاء الله كل ايامك بتكون بيضة وانتو كمان وعقبال ما نفرح منكم ثانك يو هاي العباية هي قماش ديفوري في كمان تحته قماش الكراب اوكي طب هالشغل كله الحلو دارين وبنعرف انه ما اشتغلتي عفوا ما درستي لا تصميم الازياء يعني الموهبه عندك موجوده والشغف كمان مثل ما عم نشوف صحيح اهم شيء يكون عندك شغف لانه ما بتنجحي ولا شيء تعمليه بحياتك اذا ما بتحبيه كل التوفيق لك دارين انبسطنا انه شفناكي انا انبسطت كولكشن اكثر من رائعه برافو انا بهنيكي بدي اقول تابعوها على داري باي دارين على الانستغرام وانا عم بتابعك صح خلص ضروري وانا كمان اكيد كل بنت ثانك يو ثانك يو لكم دارين